18 للنهائيات غادي يتوجوا منهم فقط 6 هاد الليله. 6 ديال المتواجدين يعني 6 ديال الفئات. نبداو باولها قبل من ذلك انادي على الاخ الصديق والفنان رشيد الولي يلتحق بيا فوق الخشبه. مرحبا بسي رشيد الولي. الله يبارك فيك. مرحبا بالناس الخير. شكرا شكرا لسميره. نتعرفوا على الفئه الاولى. معكم البشير ابو النعائم رئيس جمعيه سند الاجيال اكادير. جمعيه سند الاجيال اكادير تاسست سنه 2014 في اكادير. البدايه ديالها كانت عباره عن مبادرات اجتماعيه خيريه، زياره دار العجزه الاطفال المتخلى عنهم. خلال سنه 2020 حطينا واحد برنامج عمل باش نخدموا عليه. واخا جا الحجر الصحي ما خلاناش باش ننزلوا يدينا، بالعكس عطانا واحد الحافز كبير باش نزيدوا اكثر في المبادرات اللي تنقوموا بها، مثل حفر الابار في اعالي الجبال، بديت اصلاح المدارس والمساجد، والحمد لله هذا عطى واحد النتيجه اللي هي مزيانه واللي فرحت الناس في اعالي الجبال. السنه الماضيه طلعنا النهائيات ولكن للاسف ما ربحناش. هاد السنه كان عندنا حافز كبير باش نديروا مبادرات كبرى تنمويه اجتماعيه، وان شاء الله بفضل التصويت ديالكم غادي نربحوا ان شاء الله. نقول باللي كاع الجمعيات فازوا. اكيد اكيد. وكنشكر كاع اللي صوتوا ايضا، ولكن بعض المرات كنضطروا نختاروا الاول والاول، والجمعيه اللي فازت هي جمعيه سند الاجيال اكادير. والجنوب يفوز، جمعيه سند اجيال اكادير هي فائزه بلقب جمعيه السنه. هنيئا للجمعيه وهنيئا للناس اللي تيشخصوها. شكرا لك سي رشيد الولي. فهمتوا مشاهدينا بان اللي ظروف الحجر ما يتمكنش، بان ما يتمكنوش الفائزين يكونوا معنا على البلاتو، فبالتالي 100% ديجيتال غادي نهديوهم هذا الدرع التذكاري من ايادي سي رشيد الولي. كلمه من بعد غيتوصلوا به كنقول لهم هنيئا لكم، شكرا على الثقه ديالكم على المبادره. كيقول لك الرفيق قبل الطريق، والحمد لله ان المغرب لقى واحد المجموعه ديال الشباب اللي غيزيدوا بها القدام. هنيئا. وصلوا. نادية عبيدي عضوة في جمعية سند الأجيال أكادير. مبادرة سند لسقي الماء هي اللي قمنا بها هذه السنة، كتضمن حفر بعض الآبار بعض المناطق الجبلية النائية، منها مناطق جبال أمسكرود، جبال تاليوين، وجبال إيموزار إيدا وتنان. هذه المبادرة مجهزة بطاقة شمسية وصهارج مكنات الساكنة من وصول المياه للمنازل ديالها، وحدات كذلك من هذا المدرسي. بفضل هذا استاد الابار اللي حفرنا دخلنا الفرحه على اكثر من 3500 مستفيد. وباش تعمل فائده لدواوير اخرين كنتمنى تصوتوا علينا باش تعمل فائده للجميع. وما احوجنا لهذه الاعمال المدنيه باش نرسخوها في سلوكيات ديال الاجيال الصاعده، الاطفال والشباب كذلك. فمن يا ترى سيفوز معنا بهذه الجائزه من فئه العمل المدني لهذه السنه؟ سي عصام كمال. المبادره المدنيه لهذه السنه، تسمحوا لي شويه نحل لونفلوب. تفضل. الفائز هو مبادره سند لسقيا الماء. ما شاء الله، هنيئا للجمعية جمعية مبادرة سند لسقيا الماء، هنيئا لها. صلاح مصرى نائب رئيس جمعية سند الأجيال أكادير. حنا كجمعية فاعلة داخل جهة سوس مسا، الحجر الصحي ما خلاناش أننا نتوقفوا على الأعمال ديالنا. قدرنا الحمد لله أننا ناخذوا يعني واحد ثلاثة ديال الجوانب، بداية بحملة احتسية اللي استهدفت أرباب سيارات الأجرة اللي حاولنا نوعيهم بأخطار ديال فيروس كورونا. من بعد حاولنا أننا نوزعوا أزيد من 1500 قفة رمضانية خاصة في الجبال. كذلك تمكننا نوصلوا حوالي 15000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان. الحمد لله وصلنا ما يقارب 20000 مستفيد من هذه المبادرات اللي درنا في الحجر الصحي. صوتوا علينا لأن التصويت ديالكم هو الحافز الكبير لنا باش أننا نزيدوا نستمروا. وشكرا لك. غادي نختاروا منهم اليوم السته، وصلنا للسادس، الفائز السادس اللي غادي نتعرفوا عليه اللحظه معك سي عصام كمال. الو. الفائز في فئه المبادره خلال كوفيد كطلي هي مبادره لنجعل من رمضان شهر للتحسيس والتطوع
مدينة أكادير والنواحي. تحية لهذه المبادرة اللي استغلت ظروف الحجر الصحي وشهر رمضان المبارك باش دير الخير. تحية لهم. ولاحظتوا معي بأن جهة أكادير كان لها نصيب كبير من الجوائز هذه الليلة. تحية لهم. وهذا درع تذكاري من عند عصام كمال لهم، شكرا وتقديرا لأعمالهم الطيبة. شكرا لك عصام كمال. السهرة لازالت متواصلة مع مفاجأة غادي نقدمها لكم مباشرة بعد الإخبار. المرات كنضطروا نختاروا الأول والأول، والجمعية اللي فازت هي جمعية سند الأجيال أكادير. والجنوب يفوز. جمعية سند أجيال أكادير هي فائزة بلقب جمعية السنة. هنيئا للجمعية وهنيئا الناس اللي تيشخصوها. شكرا لك سي رشيد ولي. فهمتوا مشاهدينا بأن